السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نمدكم بوصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم هي وصفة المعارك. إذا باش نحضروا هذه الوصفة هنا نعطيكم مقادير جد مضبوطة يعني باش تنجح لكم 100%. إذا نسحقوا هنايا 1 كيلوغرام تاع السميد رطب، يعني سميد رقيق كامل كما راكم تشوفوا هذه النوعية. يقابلها 3 كيسان تاع غازوز، هذا استعملت هذا الكاس تاع الغازوز تاع لافارين. هنا كي وزنت 3 كيسان تاع الغازوز تاع لافارين عادل لي 350 غرام تاع لافارين. اذا كيلو فارينا يقابلها 350 غرام تاع عفوا كيلو تاع السميد يقابلو 350 غرام تاع لافارين ولا 3 كيسان تاع لافارين، يعني نقدر نقيسو بالكاس. نسحقو هنايا نسحق نستعمل ملعقة تاع الأكل، ملعقة تاع الأكل تاع الزيت، ملعقة تاع الأكل تاع الملح، وملعقة تاع الأكل تاع السكر. هنايا بالنسبة للماء حنعطيكم المقدار المضبوط باش تجيكم العجينة سوا سوا بلا ما نزيدو لها الماء. من بعد إذا هنا حنستعملو نفس الكأس، نستعملو 3 كيسان تاع الماء الدافئ. إذا أعزائي المشاهدين ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. ناخذ اولا السميد ديالي، نزيد ناخذ لافارين. انا قلت لكم 3 كؤوس تاع الفارينه كما راكم تشوفوا، هاي ليك الكاس الاول، الكاس الثاني، والكاس كما راكم تشوفوا الكاس الثالث. هنا 3 كؤوس تاع لافارين يعني بالضبط قبل. هنايا هاد الكميه تعادل لي قلت 3 كيسان تاع لافارين تعادل 350 غرام تاع لافارين. اذا هنا ناخذ ملعقه تاع الاكل وندير ملعقه تاع الملح، ناخذ ايضا سكر وندير ملعقه تاع سكر، نزيد ناخذ الزيت وندير ملعقه تاع الزيت، ملعقه تاع الاكل تاع الزيت ايضا. هادو هما المقادير. اذا هنايا نخلط اولا هاد النواشف كما راكم تشوفون، نخلطهم مليح بهذا الشكل هكذا تنحصل على مزيد متجانس بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. اذا نخلط مليح كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما خلط جميع المكونات تاعي هنايا الجافه. اذا ناخذ هنايا الماء الدافئ قلت وندير 3 كؤوس، يعني هنا ديروهم بين 3 ما تخافوش. الكأس الأول، الكأس الثاني، والكأس الثالث. إذن أنا هنا مباشرة نبدأ نخلط العجين تاعي. بو هنا أنا في العادة موالفة نديرها في البيتخان، نخليها الدور واحد ساعة هاد العجينة حتى تلملي مليح ومن بعد نزيد نكملها بيدي. إنما اليوم حبيت نوري لكم طريقة ديراكتومون باليد، ماشي كامل الناس يحبوا يديروا بالبيتخان. سمعتها بهاد الطريقة، نحاولوا نعجنوها كنلمو العجين تاعنا حتى تتلملي، يعني بهاد المقدار ماشي حتزيدوا الماء، يعني بهاد الشكل يعني نقعد نجمع حتى نحصل على عجينة متماسكة. كمل كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما متكمل العجين تاعي بعد إضافة 3 كؤوس تاع الماء. إذا هنايا أنا ماشي حنزيد أكثر من هاد، يعني نسحق العجين. كما تشوفوا هنايا نقعد نعجن فيها بهذا الشكل، يعني هكذا ما نزيدلهاش الماء، تكون هكذا شويه يابسه ماشي طريه بزاف، هكذا بهذه الطريقه يعني نقعد نعجنها ونبدلها هكايا الجوايه لمده حوالي ان كاردو ربع ساعه. هنايا ولي حاب يستعمل البيتخان كيف كيف يديرها الدور في البيتخان بوندون 10 مينوت ويكمل العجن باليد. اذا هنا نكمل نعجنها، انا افضل نعجن بيدي هكذا. اذا نكمل نعجنها بوندون 10 مينوت جوسكا ان كاردور ونعاودو نشوفو النتيجه، يعني نكمل بهذه الطريقه هكذا حتى نسمع هكا شغل فقاعات تما نشوفو واش نديرو. كما راكم تشوفو هنايا بعد ما العجينه تاعي عجنتها مده 4 ساعة، اذا هكذا بهذه الطريقه حتى نولي نسمع هنايا فقاعات، يعني تشكلوا لي فقاعات كما بهذه الطريقه اللي راكم تشوفو فيها. شوفو شغل فقاعات لهنايا هكذا، حاول الجهه الثانيه يعني بهذه الطريقه لهنايا حتى نسمع تشكل فقاعات. شوفوا هكذا يعني يبدا العجين تاعي يطرطق هكذا، شوفوا كيفاش يترتق
ويشكل لي فقاعات. الان في هذه المرحله انا مخليه الماء قدامي، نولي نشمغ في يدي هكذايا ونحاول ندخل هذاك الماء تاع اللي شمغت به في العجين هكا تدريجيا حتى العجين تاعي يطرى شويه، يعني يطرى شويه ماشي بزاف. هكذا نحاول فقط نشمخ يدي هكا، نحاول نطري العجينة تاعي بالعقل هكذا بالطريقة. ما راكم تشوفوا هنايا بعد ما زدت عجنتها، يعني بعد ما زدت لها الماء هذاك وزدت دخلت لها هذاك الماء، هنا بدات تولي طرية اكثر. نزيد نفس الشيء هكذا، نكرر هاد العملية ثلاث فوا هكذا، نضيف هاد الماء ونحاول ندخله هكا، يعني ماشي حنضيف بزاف هكا قسمه شمخ يدي فقط، ونحاول ندخل اشاك فوا هكذا. نزيد المرة الثانية ونحاول ندخله ونكمل. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما زيد دخلت هذاك الماء لا دوزيام فوا، شوفوا كيفاش ولا اشاك فوا ندير يزيد يولي يترتق لي اكثر. شوفوا هاوليك، شوفوا الفقاعات اللي تشكلوا لي. اذا هكذا من الجهه الثانيه اني نولي نسمع تشكل الفقاعات، وفي نفس الوقت العجينه تاعي تولي طاريه، يعني شوفوا كيفاش ولات. لهنا عاود نزيد نكرر لا ثوازيام فوا، نزيد نشمخ يدي هكذا بهذه الطريقه، نزيد نشمخ العجين تاعي ونحاول نعجنو، يعني ندخل هذاك الشماخ تاع اللي درتو هكذا بهذه الطريقه. اذا بهذا الشكل نحاول نزيد ندخل هذا الماء المرة الثالثة، نعجن نسيو حتى يدخل لي هذا الماء اللي زدتو. راكم تشوفوا هنايا نوصل الدلك حتى تولي العجينة تاعي طارية، يعني بعد ما ضفت الماء لا ثوازيام فوا، يعني ماشي ضفتو، يعني فقط هذوك بضع رشات هكذا بهذه الطريقة. هنا قلت انا وصلت العجن حتى ولات العجينة تاعي هكذا طارية وتبدا تتلاصق لي، شغل نحسها بلي راهي بدات تلصق. اذا هنا وبدات اكيد راهي تترتق، اذا هنا هذوك الفقاعات يزيدوا يضعفوا كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا كيفاش يتشكلوا الفقاعات هنا بهذه الخطوه. هنا نعرف بلي العجينه تاعي خلاص راهي واجده باش تتشكل دوائر صغار هكذا. الان شوف كيفاش ولات طاريه. الان ناخذ هنايا سنيوه وناخذ اناء كيما راكم تشوفوا، ندير فيه ناخذ الزيت ديالي كيما راكم تشوفوا، ندير كميه من الزيت هكذا، ندير الزيت اللي تكفيني باش نكمل كامل العمليه تاعي. الان نبدا نشمخ يدي بالزيت كيما راكم تشوفوا هنايا، نشمخ العجين ديالي ايضا هكذا، نشمخها كامل من الفوق بالطريقه باش ما تلصقليش كامل من تحت. ناخذ سنيوه كيما هكذايا، ندير لها شويه زيت من تحت هكذا، يعني فوقها الزيت هكذا، ونبدا نشكل دوائر ديالي، يعني كل مره ندخل الزيت يدي في الزيت نشكل هكا دوائر، يعني نديرهم توسطين، يعني نحب ندير حبة كبيرة نديرهم كبار. انا حنكتفي بهم هكا قد الحبات على البيض، يعني يجو حبات هكايا قد حبة البيض. اذا نزيد ندخل اشاك فوا، ندير يدي في الزيت ونشكل دوائر ولا قريصات هكذا بهذه الطريقة قد حبة البيض. اذا نكمل كامل العملية تاعي مع العجينة هذه اللي قعدت لي، نديرهم كامل لهنايا. نعاود نشوفو كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما شكلت هاد الكويرات ولا كيما يقولوا لهم جدات القريصات هامليك بهذا الشكل. الان هنايا هذه الكميه اللي تحصلت عليها، يعني كيما راكم تشوفوا هنايا. الان واش ناخذ هكذا كيس هكذا كيس غذائي هكذا ولا ساشي، ونغطي المعارك ديالي لهنايا الكويرات هادوما في الكيس. نزيد نفس الشيء بالنسبه للسنيوه الدوزيام هكذا، ناخذ كيس
ونغطيهم ونخليهم يروبوزيو اونفيرون واحد النص ساعه حتى 3 كوارتير ونعاود نقولوا شوفوا كيفاش نطيبوهم. كما راكم تشوفوا هنايا بعد مرور حوالي نص ساعه او اكثر، هنا شوفوا كيفاش ولاو الحليب تاعنا يعني زادوا نتلقوا كما راكم تشاهدوا. هنا انا قلت غطيتهم، الان مباشره نبدا عمليه كيفاش نطيب هاد المعارك ديالي. الوغ لهنايا نحط ناخذ الزيت هذا اللي درته في الصحن تاعي. هنايا الطاجين تاعي راني درته هنايا يسخن بيان سور، لازم تكون هاد النوعيه مليح دو بريفيرونس باش ما يسخليش. كيما راكم تلاحظوا لهنايا الطاجين تاعي اللي درته يسخن على نار هاديه. اذا نبدا ناخذ الحبيبات تاعي، ناخذ حبه هكذا كيما راكم تشوفوا، وهنايا ولا لصقت لي عادي نورمال. اذا مباشره ندخلها في الصحن تاع الزيت بهالطريقه، يعني حتسهل لي بزاف العمليه هكذا. ندهن شويه السطح تاعي لو بلون دو طرافاي اللي حندير فيه، ونبدا نحل بالعقل هكا بهذا الشكل. دونك كيما راكم تشوفوا هنا بديت نطيب الحبه الاولى راهي طيب. اذا هنا نبدا نوري لكم الحبه البون الاولى معكم كيفاش حتكون. اذا هنا ناخذ كيما راكم تلاحظوا، ناخذ هنايا هاد الدائره تاع العجين اللي درتها ولا الريصه كما يقولوا لها لهنايا. اذا هكذا ندخلها في الزيت، نقطع في الزيت ونبدا نحل هكذا بهذا الشكل. هنا نحاول نوري لكم جميع المراحل باش تكون لكم الحبه يعني هكا تحاولوا تحلوا هكذا. اولا هكذا بهذا الشكل بالطريقه، الان تبداو تجبدوا بهذه الطريقه هكذا، جبدوا هكذا بهذا الشكل. هنا نحاول الكاميرا شوفوا بهذه الطريقه هكذا. الان نبدا نقلب هكذا، نقلب بحيث نشكل هكذا خط من هكذا، لازم يكون عندي خط مستقيم. نزيد من الجهه الثانيه هكذا بالطريقه هكذا. يعني هنا اللي يحب الشكل تاع الحبيبات يكون مليح لازم كما يقول لك يتعب شويه معاهم. اشاك فوا نغطس يدي في الزيت هكذا حتى نعاود نحل مليح. هنا الحبة تاعي الاولانية راهي طابت، لان انا مباشرة هادي كنزيد نحلها مليح. اذا راح نطيبها ديراكتور. شوفوا هنايا مباشرة نرفدها هكذا ونحطها في الطاجين تاعي، نحاول نسويها هكذا. بون هنايا هنا هذه الحبة اللي طابت لي الاولانية، اذا هكايا ناخذ شوية زيت كما راكم تشوفوا ندير من الفوق. دونك خليها طيب من الجهه الاولى ونعاود نقلبها. ما طابت من الجهه الاولى الان نقلب مباشره هكذا، ودائما يكون يدي هكا في الزيت، نحاول هكا باش تجيني طريه وتجي ترونسبارونت هكذايا. اذا بهذا الشكل دونك نخليها طيب من الجهه الثانيه ونعاود معكم حبه واحده اخرى. اذا هنا كيما راكم تشوفوا ناخذ العجين تاعي كيما راكم تشوفوا مباشره نقصها في الزيت هكذا، ونبدا نحل بهالطريقه. بغينا نحاول نوريكم جميع المراحل باش تشوفوا مليح هكذا، يعني نحلها بيان بيدي قبل ما نبدا نجبد فيها هكذا. لازم هنا ما تقعدش كاع خشينه بهالطريقه. الان بعد ما حليتها نبدا نجبد هكذايا هاك جميع الجوانب كما راكم تشوفوا الان. نبدا نطوي فيها. اذا هنا قلت لكم عمليه الطي على حسب كل سيده لازم هي اللي تتفنن كيفاش تطوي الحبه تاعها، يعني كيما ما تحبهاش مع وجه لازم دير البوسيب تاعها باش تكون مليحه هكذا. هكا توجور يدي في الزيت هكا نعاود نسكمها لهنا. شوفوا الحبه تاعنا اللبنيه راهي طابت.
حابه قلبها لان هو لك شكل النهائي. الان ناخذ الحبه الثانيه هكذا مباشره ندير في الطاجين ديالي مع التشبدو. لازم يكون عندي خفه تنسمها هنايا ونسويها قبل ما تبدا الطيب، لان هكذا باش يجوني كامل متساويين. كما نطيبها من الجهه الثانيه نعاودو نشوفو النتيجه. شوفو هنا بعد ما طابت الجهه الاولى نقلبها مباشره مباشره يدي في الزيت هكذا، ونزيد من الزيت هنايا باش ما يجينيش العجين يابس هكذا. نزيد نخليها طيب. انا هذه الحبه الثالثه اللي راني درتها، الرابعه راني ندير فيها كلا والاطفال وحده، وتولوا الحبه الاولانيه نديها للاطفال. اذا نكمل كامل العمليه تاعي. هاوليك الكميه اللي قعدت لي لهنايا هاوليك، ونشوفوه في الاخر جاهز صحن التقديم. شوفوا انا راني كملت كامل الكميه تاعي، هاي الكميه اللي تحصلت عليها. اذا هاوليك كما تشوفوا انتم راكم تشوفوا لهنايا. اذا نحاول برك نحل وحده قدامكم باش تشوفوا النتيجه، يعني تقدروا تحلوهم فاسيلمون باش تقدروا ديروا بهم شخشوخه ولا ديروا بهم فطاير كما انا ندير بهم فطاير. هاي اللي يعني تقدروا تستفادوا منهم معارك في او ميم طون فطاير. شوفوا هاي لك النتيجه اللي تحصلوا عليها، لا النتيجه ولا اروع. ها هيك شوفوا هاي اللي شوفوا كيفاش تحل، يعني يجو رقاق لداخل. هاي الطريقة الحبة الثانية باش تشوفو النتيجة من الداخل. شوفو هاي ليك، يعني أنا صالحة جدا باش ديرو التختوخة. هاي ليك، إذا هنا تقدرو تستفادو منهم باش ديرو المعارك في أمام طون باش ديرو التختوخة. إذا أعزائي المشاهدين هاي ليك الكمية اللي تحصلت عليها الآن. عملي الحبيبه تستوعي كما راكم تشوفوها وليك الشكل تاعهم. اذا اعزائي المشاهدين بهذه الصور الجميله نخليكم ونقول لكم اذا عجبتكم الوصفه تاعي وعجبتكم الطريقه ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومونتير، ولا كنتم اول مره تدخلوا القناه ديروا ابوني كما راكم تشوفوا هنايا. انا بديت مقطع لهنايا باش ندير بها الفطاير، يعني كما قلت لكم تقدروا ديروا بها الفطاير ولا تشختوخه كما تحبوا كما تحبوا. شوفوا لهنايا النتيجه كيفاش جات، يعني ولا اروع. هاي ليك جات العجينه ترانسبارونت كما يفضلوها الجميع. هاي ليك دونك انا نكمل نقطع لهنايا الكميه اللي نستحقها باش ندير بها الفطاير قلت. نعاودو نشوفو طبق انا جاهز فيما بعد.